الله عليك يا جيهان وعلى اختيارك للأغاني، ما في أحلى من صوت ماجد الرومي في هذا الصباح. ومشاهدينا بداية فقراتنا رح تكون مع جمعية نحن من أجلكم، ورح نتحدث عن كسوة الشتاء 2 اللي هلأ حاليا عم بيشتغلوا عليها، وأيضا كسوة الشتاء 1 اللي سبقتها. خلنا نقول رح نتعرف أكيد على كل هاي التفاصيل خلال ضيوفي الكرام. معنا أحمد ياسين وهو نائب رئيس جمعية نحن من أجلكم، وأيضا إيفانا سمنودي وهي إدارية بالجمعية هيك ونشيطة بالجمعية. أكيد كل هاي التفاصيل رح نعرفها. صباح الخير. صباح النور. يعطيكم العافية. الله يعافيك. أحمد بدي أبلش من عندك. جمعية نحن من أجلكم لها كتير يمكن نشاطات، نعرف هيك بلمحة بسيطة عن جمعيتكم. جمعية نحن من أجلكم انطلقنا بشهر 10/2011 تحت تأسيس المهندس عادل الغنام. اشتغلنا، كانت فئة الوحيدة اللي كنا حابين نشتغل عليها اللي هي الأيتام، بس الحمد لله توسع نطاق عملنا كثير. اشتغلنا بكل الفئات اللي احنا بنحب نشتغل معاها او بتخدم شرائح المجتمع الاردني. خدمنا كثير من المجتمع المحلي، صرنا 3 سنوات من العطاء، 3 سنوات من الانجاز. اشتغلنا مع المسنين، اشتغلنا مع الايتام، مع الفقراء ذوي الاحتياجات الخاصه، حملات زي اللي جاي نحكي عنها اليوم، حمله الشتاء، حملات تبرع بالدم، حملات اغاثه وحملات مساعده بشكل عام. الحمد لله كل نطاق الاعمال التطوعيه اشتغلنا فيها واستفدنا منها وخدمنا المجتمع فيها. يعني يعطيكم ألف عافية، ما في أحلى من أنه الأشخاص يتجمعوا هيك تحت مظلة مؤسسة أو جمعية ويقدروا يعملوا مثل هاي الأعمال التطوعية. إيفانا امبارح حكينا وقلت لي هيك أنت ناشطة في الجمعية وبتحبي فعلا الشغل بالعمل التطوعي، احكي لنا يعني هيك بداية عن انضمامك للجمعية. بصراحة انضمامي كان من فترة كتير قليلة، بس بصراحة يعني بحمد الله أني انضميت لهيك جمعية. فريق كتير رائع، مبدعين جدا، يعني فيهم ميزات كتير حلوة بصراحة. الكل بيشتغل، كل متعاون، ما بيسألوا ليش وإيش، المهم أنه نشتغل. وزي ما حكى أحمد أنه يعني مش بس على الأيتام وعلى الفقراء، على المسنين، على ذوي الإعاقة، بكتير أنشطة وكله تمام الحمد لله، يعني عم بيمشي معنا بكتير نشاط. شو يعني دورك إيفانا بالجمعية؟ أنا دوري معهم إدارية، يعني بتنظيم، بنرتب، بننسق مع الشباب، مع المراكز، مع الأطفال، حسب وين بيكون الموقع الحركي. يعني المعلومات يمكن اللي بتحصلوا عليها عن الأشخاص المحتاجين عن بشكل عام، يمكن أنت بتساهمي طبعاً جمعها. أنا أحمد، عادل، غنيم، الشباب اللي موجودة بيكون معنا، أكيد كل واحد له مهام، يعني نحن مقسمين المهام كل واحد له شغله، يعني عشان وبالنهاية لنا تعاون كامل مع بعض. وهدفكم يعني أكيد واحد، خير أكيد طبعاً. وجه تحية لكل الأشخاص اللي بالجمعية، من رئيس الجمعية أكيد وكل أفراد وأعضاء الجمعية. أحمد، كسوة الشتاء رقم 1، قبل ما نتحدث عن كسوة الشتاء رقم 2 احكي لنا شوي عن هاي المبادرة اللي قمتوا فيها. كسوة الشتاء رقم 1 طلعت فكرة انه بس تبلش شتوية اكيد في ناس راح يدخل عليها هذا الفصل وهم لسه ما عندهم الحاجيات او الاساسيات اللي تكفيهم يغطوا فصلهم هذا من ملابس او من مستلزمات تانية كصوبات وحرامات. عملنا على فكرة انه احنا نجمع هاي الملابس، عملية جمع الملابس كاملة، ونصير احنا نوزعها على المحتاجين وعلى الفقراء وعلى مستحقينها من ذوي الدخل المحدود خلينا نحكي، او المناطق اللي زي ما يسموها اقل حظا. هلا صرنا احنا نجمع في الملابس، نجمع حرامات، نجمع صوبات من خلال موقعنا على فيسبوك. اكبر حملة عملناها وزعنا فيها بمخيم غزة بجراش، وزعناها تم التوزيع بمخيم غزة وخدمنا فيها 330 عائلة فقيرة ومحتاجة. طبعا كان نظام عنا عبارة عن سوق مفتوح، انه احنا بنحط الملابس كل اشي حصلنا عليه بنفرزه بنحطه في قاعة كبيرة، الستات لحال، ولادي لحال، بناتي لحال، منفصل، بتدخل العائلة كأنها داخلة على سوق عادي، على مؤسسة تجارية عادية، بتختار القطع اللي بدها إياها، بتختار القطع اللي بتناسبها حسب المقاس اللي عندها وعلى العدد اللي احنا بنكون متفقين معه مع ضباط الارتباط في المناطق تاعتنا، وبتاخذ الأواعي، بتاخذ الأغراض أو المستلزمات تاعتها وبتطلع بأسلوب لطيف وعفيف وبين منها كهدية لإله مش كمساعدات. جميل. يعني خلال هلا حديثك كانت عم تعرض جيهان الصور الخاصة بالمبادرات، يمكن سواء كسوة رقم 1، كسوة الشتاء رقم 1 أو كسوة الشتاء رقم 2. إيفانا شو تغير على كسوة الشتاء رقم 2 من حديث محمد؟ يعني أنت كنتيش يمكن وقت كسوة الشتاء رقم 1. نعم. لكن لما هلا بتعرف التفاصيل يعني شو تغير
خلينا نعرف شوي عن كسوة الشتاء. رقم اثنين خاصة انها هلا بتهم كل الاشخاص اللي عم بيحضرونا اللي بدهم يساعدوا اكيد او بدهم يستفيدوا. تمام. هلا بس اول شيء بدي اقول انه احنا هاي مبادرة ثالثة، لانه احنا كان عندنا كسوة شتاء كسوة ربيع وهاي كسوة الشتاء تنين. هلا طبعا هي اكيد الانسان دائما بتطور بكل الاشياء لما بتكون معنا. بكسوة الشتاء الاولى يمكن واجهوا بعض الصعوبات واجهنا يعني، او يعني ما كانت الناس يمكن بتعرف اكثر. هلا الحمد لله انه ما عم بنواجه شيء. طبعا احنا كان عندنا ثلاث مراحل بهاي بكسوه شتاء اثنين، اللي هي طبعا احنا عم نجمع الملابس تقريبا من شهر ونص. طبعا اول شيء قبل كل هذا الحكي بدي اشكر الشباب اللي كانوا قائمين على هاي الحمله. يزن حرب اللي استضافنا في بيته، طبعا لانه احنا كنا نجمع الملابس ونحطه في بيته، استضافنا في بيته. الشباب سيف ابو ليلى، لينا فليفله، مجد، هدول الاربع شباب اللي كانوا قائمين على الحمله. يعني كنا عاملين زي بوستر وعليهم ارقام تليفوناتهم، مجرد ما حدا يحكي معاهم كانوا يروحوا ياخذوا منهم الملابس. انت عارفه طبعا الاماكن تحية. طبعا يعني بنوجه لهم كثير تحيه كبيره وشكر كثير كبير طبعا لكل فريق نحن من اجلكم دون استثناء. بس هدول الاربعه كانوا مميزين بصراحه بحمله معانا. صح، لانه مش سهل تستقبلي تليفونات وتضلك 24 ساعه يمكن مشغوله بانك تستقبلي تليفونات. زي ما قلتي فتحوا بيوتهم طبعا، خاصه انهم طلاب جامعات، يعني انت عارفه عندهم امتحانات، عندهم دراسه، عندهم اهاليهم، فهذا شيء كثير يعني تقدير بصراحه لهم كثير كبير. طبعا الحمد لله انه ما عم بنواجه مشاكل زي ما قلت لك، يعني التجميع عم بيتم كويس. امبارح كان عندنا فرز لكل الملابس اللي كانت موجوده. الحمد لله الحمد لله انه تقريبا فرز كان عندنا حوالي 8000 قطعه. الشباب طبعا فرزوها امبارح. نحن حيكون التوزيع في منطقتين بالشون الشماليه، مخيم غزه جرش، حيكون تقريبا توزيع ل 400 عيله 500 عيله. كل عائلة لها سبع أفراد، إحنا على حسبتنا يعني إذا كل عائلة سبع أفراد بنغطي تقريبا 400-500 عائلة. هذا حسب الفرز الشباب، يعني حسب المعلومات اللي أخذتها من أحمد مبارح مع الفرز. بس وإن شاء الله إنه الأمور بتكون تمام. يعني فكانت عندنا ثلاث مراحل والحمد لله خلصنا المرحلة الأخيرة. المرحلة الثانية، المرحلة الأخيرة رح تكون عندنا يوم السبت إن شاء الله 22/11 السبت صباحا رح ننطلق مجموعتين. مجموعة رح تكون عشون الجمالية بقيادة أحمد طبعا وتامر حوشين، والمجموعة الثانية حتكون بمخيم غزة أنا ورئيس الجمعية عادل غنام، وطبعا مع المتطوعين بيكونوا موجودين معنا إن شاء الله. يعني أموركم كلها بتكون مسهلة. أحمد، إذا بدنا نحكي يمكن بتوارد لذهننا سؤال، يعني كيف بتقدروا تعرفوا هلا العائلات؟ يمكن قبل قلت كسوة الشتاء رقم واحد الناس كانت تيجي، هلا انتوا رح تقوموا بتوزيع هاي الملابس، كيف عرفتوا عن العائلات اللي محتاجه، عدد افراد الاسره؟ رح تخلطوا مثلا خلينا نقول البوكس او الصندوق اللي رح يكون فيه الملابس واللادي، ولا رح يكونوا عارفين كل فرد بالعائله؟ هلا زي ما حكيت لك احنا بنعمل نظام سوق مفتوح، يعني احنا كل الاوعيه بتكون عندنا زي مفروده على طاولات وعلى بوثات، والعائله هي بتيجي بتختار اللي بدها اياه. بس المنطقه رح تكون بالشون الجماليه بس رح يكون المكان مفتوح. مزبوط، المكان مفتوح. هلا استقطاب العائلات عباره عن ضباط ارتباط فيه لنا بكل منطقه، هم بيكونوا عارفين ايش وضع المنطقه هاي، من البيوت او الناس اللي اجاتهم مساعدات من قبلنا او من غيرنا، احنا مين ما بيجيهم هم بيكونوا عارفين عدد افراد الاسر، الأسرة فيها خمسة، الأسرة فيها أربعة، ثلاثة، الأقل حظا. في ناس يمكن إنه قبلنا كانت بفترة قصيرة في توزيع برضو مساعدات يكون وصل لهم، لا بروح بيختار لنا ناس ما وصلهم ولا إشي، حتى إنه تعمل فائدة أكبر عدد ممكن من المناطق أو اللي إحنا بنحب نخدمها. تمام، يعني يمكن منوجه حتى لكل الأشخاص اللي راح يستفيدوا من هاي الملابس إنه ياخدوا على قدهم، يعني حتى يكون في يعني كميه تكفي للباقي، يعني مش انه عرفتي يعني انتم هون مش محددين قديش عدد القطع اللي ممكن ياخذها الشخص. لا، اربعه تقريبا، ثلاث قطع لكل شخص. ثلاث قطع لكل شخص. هلا نظامنا احنا بكون انه احنا في عنا دفاتر العائلات تكون واصلتنا قبل بكم من يوم. اوكي، هذا بدي اعرفه. ايوه بتكون واصلتنا. والكشوفات هلا بصير عنا على الاسماء على البوابه، مساعد متطوعين بدخلوا عيلتين عيلتين، يعني ما بندخل كل مره واحده حتى انه الكل يعني ياخذ راحته والكل يستحق عن جد الشيء الطيب اللي ياخده. فبتفوت عيلتين عيلتين، وعلى البوابه بيكون برضه على المخرج بيكون في عندنا ناس برضه بيكيسوا وبيعدوا عليهم القطع مره ثانيه، يتاكدوا انه كل عائله ما اخذت زياده عن حقها، حتى انه نعطي الكل الاخر عائله نوصلها نلاقي في الها واللي بدها اياه كمان. تمام. ايفانا، اذا بدنا نتحدث عن هل في اشخاص من هون ليوم السبت
بتستقبلوا لساتكم ملابس مثلا او مواد عينيه او خلينا نقول نقديه؟ يعني النقديه سهل مو مشكله انه ممكن يبعثوا لكم، بس هل بتستقبلوا ايضا مواد عينيه؟ طبعا اكيد احنا بنستقبل لغايه 20 الشهر اللي هو يوم الخميس الملابس، وكمان النقديه، يعني اي حدا بحب يساهم طبعا، لانه انت عارفه هاي عليها مصاريف نقلها توصيلتها اشياءها، فاي حدا حتى تنظيفها. انتم كيف بتقوموا بتنظيف الملابس؟ احنا البوستر كنا حاطينه اغسلها اكويها سلمها، اوكي بيعطوكم اياها، فعم يعطونا الاغلب نظيفه مرتبه، يعني بتعرفي بالنهايه راح تروح لحدا محتاج، فلازم تكون عشان تاخذ اجرها لازم تكون نظيفه يعني. مزبوط. فنحن عم نستقبل سواء عينيه او ماديه لغايه يوم الخميس اللي هو 20 الشهر. طبعا حتى في عندنا رقم حساب للجمعيه احمد دي واحد المفروض يطلع على التلفزيون، يعني ما بعرف هلا اذا جهان بتطلعه، بس بالنسبه يعني هيك سريعا فيسبوك، عندكم فيسبوك اذا في اشخاص بيقدروا يتواصلوا معكم؟ طبعا عندنا صفحه اسمها نحن من اجلكم، بيقدروا يعملوا عليها لايك، دائما بنزل عليها كل نشاطاتنا اللي يعني اي شيء ممكن نعمله، نشاط اعلان اي شيء بينزل على بيقدروا صفحتنا. يعرفوا التفاصيل طبعا، وبيقدروا يشوفوا صور كسوه الشتوه الماضيه، كسوه الربيع، حتى كل الانشطه اللي كنا نعملها مع الاطفال، مع المسنين برمضان، اي شيء بيقدروا يشوفوه خلال الصفحه تبعتنا نحن من اجلكم. تمام احمد، بالنسبه يعني للاجراءات اللي بتقوموا فيها خلال عملكم بهاي الاعمال التطوعيه، قديش بتشوف اقبال الشباب على العمل التطوعي من خلال الجمعيه، وقديش هذا ممكن يساهم خلينا نقول ب يعني تحسين نفسيتهم؟ يعني حلو الواحد لما بيعطي وبيحس انه هو عنصر مفيد وفعال بيشعر انه بشعور مختلف. صراحة في إقبال كبير إحنا بنواجهه أو بنتلقاه الحمد لله من فئة كبيرة من شبابنا. إحنا عندنا شغلة استقطاب المتطوعين نقطة مهمة وأساسية بنشتغل عليها كإداريين في الجمعية، كل فترة والتانية بنعمل في الجامعات محاضرات عن عالم التطوع، نستقطب فيها متطوعين. المتطوع اللي بيجي عندنا أول مرة صعب بعدها إنه يفلت من عندنا ويطلع، لأنه شغلنا ديناميكي وكلنا بنتعامل مع بعض، وترتيباتنا اللوجستية دائما 100% الحمد لله بتكون. الأثر اللي بتحكي عنه صعب يلمسه أي واحد بالفعل إلا لما يجرب، وهي بالفعل يعني زي ما صار معانا وزي ما هلا احنا بنشوف انه الحمد لله قاعدين بنغير في الناس، اثر كبير على الشخصيه، على بناء الفرد، بناء العلاقات، كمان التعامل، حتى خبره كبيره بنكتسبها في الحياه احنا قاعدين من خلال العمل التطوعي والمجتمع اللي قاعدين بنقوم فيه. صح. إيفان، بالنسبة للأشخاص اللي زودوكم بالمواد العينية الملابس، كيف كان يعني هل في كان كميات منيحة زودتوا فيها؟ يعني احنا بنوجه تحية لكل الأشخاص اللي ساعدوكم وزودوكم بهاي الملابس، لأنه نعرف يعني في كتير فعلا الملابس بتكون فائضة عن حاجة الواحد، فممكن إنه كتير أشخاص يستفيدوا منها، كيف شفت الإقبال على؟ صراحة الإقبال كان كتير ممتاز، وفي كمان شكر كتير كبير لبنك الملابس الهيئة الهاشمية، نشكرهم، ساعدونا بصراحة بكميات كبيرة، يعني حوالي 4000 قطعة أحمد مبارح أحصناها، ما يقارب 4000 قطعة، يعني فكان الحمد لله، يعني أول إشي هذا شكر لهم، يعني لينا داود كان لها دعمها الخاص معنا، لهم كل التحية، والإقبال من الناس كان رائع بصراحة، يعني الحمد لله أنه توفقنا، يعني الله يعين الشباب وقتها على اللف كان، بس الحمد لله كان الإقبال كتير رائع، يعني كنا حاسين قد ايه في يعني الناس عندها العطاء، فهذا كان إشي كتير حلو أنه إحنا نحس أنه الناس عم تتعاون معنا، يعني هاي نعمة كتير كبيرة. أكيد الحمد لله. أحمد، شو مشاريعكم المستقبلية؟ هلا بس خلصوا كسوة الشتاء رقم 2، إيش في عندكم طموحات حابين أو مشاريع على خلنا نقول على الورق وحابينكم تنفذوها؟ هلا من نهجنا المستدام أنه بداية دخول الربيع أو الصيف إلنا كمان كسوة مشان نبشر فيهم مشاهدينا الكرام من هلا أنه في إلنا مستمرين، كل فقراتنا او كل نشاطاتنا احنا مبرمجه من الان، من برامج للمسنين او برامج لذوي الاحتياجات الخاصه، في عنا فعاليات خاصه للايتام، في عنا مهرجان ان شاء الله حنكون فيه في نهايه شهر 12 بمناسبه بنص شهر 12 بمناسبه اليوم العالمي للتطوع، فشغالين الحمد لله، وبرنامجنا من هون لشهر رمضان كله صار جاهز وفل. طيب ممتاز، يعني كل التفاصيل الاشخاص حابين يتابعوا معكم فيها بيقدروا يعرفوها عن طريق أكيد. الفيسبوك اكيد وصفحتكم لجمعية نحن من اجلكم. إيفانا، هيك في ختام اللقاء شو بتحبي توجهي طبعا باسمك، باسم احمد، باسم كل الاشخاص اللي عم بيشتغلوا معكم بالجمعية، للاشخاص اكيد اللي بيحضرونا؟ بحب أوجه لشباب الجمعية بصراحة وصبايا الجمعية شكر كتير كبير وتقدير كتير كبير لهم لجهودهم معنا،
بصراحة بتعبوا يعني، خاصة زي ما قلت لك إنه هن جمعات، فلهم شكر كتير ولهم كل الاحترام والتقدير. أحمد عادل كمان من الشباب الرائعين اللي كانوا مميزين بصراحة بالتعامل، وفي تامر حوشين هو مش معنا يعني، بس برضو كانوا من الشباب المميزين اللي أنا لما دخلت على الجمعية شفت هذا الإشي منهم، فبالعكس بوجه تحية لهم كلهم، وبنوجه كمان تحية للناس اللي ساعدتنا واللي تعاونت معانا، وإحنا دائما موجودين بخدمتهم. يعني لما حكوا نحن من أجلكم فعلا نحن من أجلهم، يعني من أجل أي حدا بطلب منا أي مساعدة أو أي تعاون منا إحنا جاهزين. أكيد كل التحية. أحمد في عندك شيء حابب تضيفه في ختام فقرتنا؟ شكرا لكم، شكرا لكل متابعينا، وشكرا لكل داعمينا في الجمعية، وشكرا لكل متطوعين لأنهم أساس ورأس مالنا في الجمعية هم متطوعينا. وحاب أنوه أنه إحنا لسه بنستقبل التبرعات العينية والمادية والملابس والإحرامات الصوبات ليوم الخميس، وأرقام مندوبينا في عمان الشرقية وعمان الغربية والزرقاء موجودة على صفحتنا عبر الفيسبوك، وكمان في إيفنت خاص باسم كسوة الشتاء لجمعيتنا إحنا من أجلكم، يتواصلوا معنا وإحنا جاهزين إن شاء الله لنخدم ونحاول نكبر هذا المشروع اللي شغالين عليه إن شاء الله. إن شاء الله. يعني أنا شخصيا بدي أشكركم، بدي أشكر كل فرد بيعمل فعلا للأشخاص الآخرين وبيقدر يعطي من وقته. أكيد أنتوا عم تعملوا عمل تطوعي خارج نطاق شغلكم، خارج نطاق دراستكم. لكل الشباب الله يقويكم، إبانا الله يقويكم عن جد، وأحمد وكل الشباب اللي موجودين بالجمعية، واستمروا عن جد لأنه نعمة العطاء نعمة كتير كويسة وحلوة، وإحنا محتاجين يعني عن جد محتاجين بهالايام انه كل واحد يكون ايده بايد الثاني. اكيد طبعا الهمه موجوده وعاليه كمان ان شاء الله. الله يقويكم يا رب، احنا مستقطبكم معنا كمان. احنا مستعدين اي وقت، بالعكس بنكون سعيدين جدا في انه نعمل معكم اعمال تطوعيه. جاهزين ان شاء الله. شكرا كثير لكم. احمد ياسين نائب رئيس الجمعيه. شكرا لك. جمعيه نحن من اجلكم، وايضا ايفانا سمنودي اداريه بالجمعيه، يعطيكم الف الف عافيه. تحياتنا لكل الشباب. شكرا لك. مشاهدينا فاصل قصير ومشوارنا الصباحي مستمر، استنونا.